من كان زمان رح نسافر على أم الدنيا مصر لنتعرف على بعض العادات الرمضانية القديمة. مجرد ما يبلش شهر رمضان المبارك بتتحول شوارع مصر لاحتفال كبير مليان زينة وأطفال، كما أنه من الأشياء المشهورة بمصر خلال رمضان فهو صوت القرآن والأدعية اللي بتسمعها كيف ما برمت. أما الأطباق يلي ضروري تكون على سفرة رمضان فهي صحن الفول والعرق سوس والتمر هندي ومشروب يعرف بالخشاف والسوبيا المفضل عند المصريين. لهيك منشوف بقاعي الفول منتشرين بكل مكان عم يرددوا جملتهم الشهيرة إن خلص الفول أنا مش مسؤول. كذلك النساء المصريات بتتنافس مع بعضهم بتحضير الأطعمة وتبادل العزومات. أما طبق الحلو المشهور بمصر بعد الإفطار فهو طبق أم علي. جزء العبادة برمضان له أهمية كبيرة بمصر، فبتلاقوا المساجد مليئة بالمصلين لصلاة التراويح يلي بيكون توقيتها بعد العشاء لنص الليل، كما أنه بينتشر ما يعرف بالتهجد يلي بيمتد من منتصف الليل حتى وقت السحور. عروس البحر المتوسط الإسكندرية مشهورة بالخيام الرمضانية وبجامع القائد إبراهيم يلي ممكن توصل أعداد المصلين فيه للألاف، بحيث بيضطروا يسكروا الطرقات المجاورة وصولا لمحطة الرمل والكورنيش. كما بتنتشر موائد الرحمن بالمدينة وتوزع الصدقات على المحتاجين، وبينتشر المتطوعون بالطرقات لتوزيع الماء والتمر على يلي تأخروا بالذهاب لبيوتهم لا يفطروا. كما بتم إطلاق ألعاب نارية مع قرب غروب الشمس. وبمدينة طنطا عروس الدلتا العادات مشابهة لبقية المناطق، لكن بميزها الدورات الرمضانية يلي بنظمها الشباب للتوعية الدينية. ولمدفع رمضان بمصر قصص طريفة، حيث بتروي قصص التاريخ أنه والي مصر بالعصر الإخشيدي سنة 859 كان عم يجرب مدفع جديد، وصادف أنه الطلقة الأولى كانت وقت الإفطار، فظن السكان أنه هيدي مبادرة من الوالي للإعلام بوقت الإفطار وتوافدوا لعنده ليتشكروا، وكفت هيدي العادة. كما أنه بعد ثبوت رؤية هلال رمضان بتنطلق المدافع من قلعة صلاح الدين الأيوبي ابتهاجا، كذلك الأمر أثناء عيد الفطر حيث بتطلق 21 طلقة. هذا رمضان بمصر، لاقوني بكرة لنروح على بلد جديد. رمضان كريم.